طبعا حين تجيب الشيار حذال الحفرة وترقدها وتسحب القالب من تحت وعقب تنزل الشيارة في الحفرة، ولا تقص القالب ماله، القالب هذا بينفعك عقب إذا بتزرع شيارة فيها ثانية عشان تكبر وتسوي نفس الطريقة. شوف كيف تنزل شوي شوي. في نصهم شي يسوون يقصون القالب، هالقالب يعني بينفعك باكر إذا تزرع فيه شيء ثاني، وهذا سعره غالي بعد مو برخيص. طبعا إذا ما طلع عندك القالب، إذا حاولت يا تدق يمين يسار ما طلع، قص شوي الجذور اللي تحت علشان يطلع القالب عندك بسهولة. طبعا لازم تعقم المقاس قبل لا تقص. صبر کرو صبر کرو کدھا نہ کرایا بوٹا نہیں بانڈیو میں بونی کاٹ دینا امڑے امڑے بسم اللہ